هذا ويواصل معبر رفح الحدودي استقبال مختلف أنواع الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. المزيد حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. نتحدث عن معبر رفح، اليوم هو يوم أجازة في منفذ كرم أبو سالم نظرا للأعياد اليهودية، وبالتالي لم تمر شاحنات عبر منفذ كرم أبو سالم اليوم سوى عدد من شاحنات الوقود، من بينها 4 للغاز و2 للسولار مرت من خلال معبر رفح البري. أيضا هناك ربما حدث مهم، وهو إدخال مستشفى ميداني ضخم على 9 شاحنات. هذا المستشفى الميداني به عدد كبير من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وبوسع هذا المستشفى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة للجرحى والمصابين الفلسطينيين. وأيضا هناك معمل للتحاليل على أعلى مستوى، وفي انتظار دخول أيضا بعض المعدات والأجهزة الطبية الأخرى. تحديدا هذا المستشفى موجود في منطقة خان يونس داخل المخيم الإغاثي المصري الذي أنشأه الهلال الأحمر المصري. ويعني أهمية هذا المستشفى تكمن في استهداف الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية للقطاع الصحي والطبي بصورة متعمدة، وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، فبالتالي يكون هذا المستشفى هام وضروري في هذا التوقيت للجرحى والمصابين الفلسطينيين. أما فيما يتعلق بمطار العريش وعمليات الإنزال الجوي المستمرة التي تقوم بها مصر وتنطلق من مطار العريش لمنطقة شمال قطاع غزة تحديدا، سواء من خلال مصر أو عدد من الدول الصديقة والقريبة من جمهورية مصر العربية، هذا إضافة طبعا إلى ميناء العريش الذي يوجد به سفينة تركية وأخرى ليبية يعني تقوم بتفريغ حمولتهم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، إذانا بتوصيل هذه المساعدات إلى قطاع غزة وفقا للأولوية، سواء من أجهزة أو معدات طبية إضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، بالإضافة لقيام الهلال الأحمر المصري بتوزيع وجبات يوميا، وجبات جافة مكونة من بروتين حيواني إلى المخيم الإغاثي الأول والثاني داخل قطاع غزة وتحديدا في منطقة جنوب غرب خان يونس. نعم، إليكم زملائي في الاستوديو.